بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وأنت جعلت من صفايا تلك البضائف وخصائص تلك الفروض شهر رمضان الذي اختصصته من سائر الشهور وتخيرته من جميع الأزمنة والدهور فآثرته على كل أوقات السنة بما أنزلت فيه من القرآن والنور وضاعفت فيه من الإيمان وفرضت فيه من الصيام ورغبت فيه من القيام وأجللت فيه من ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر ثم آثرتنا به على سائر الأمم واصطفيتنا بفضله دون أهل الملل فصمنا بأمرك نهارا وقمنا بعونك ليلا متعرضين بصيامه وقيامه لما عرضتنا له من رحمتك وتسببنا إليه من مثوبتك وأنت الملئ بما رغب فيه إليك الجواد بما سئلت من فضلك القريب إلى من حاول قربه وقد أقام فينا هذا الشهر مقام حمد وصحبنا صحبة مبرور وأربحنا أفضل أرباح العالمين ثم قد فارقنا عند تمام وقته وانقطاع مدته ووفاء عدده فنحن مودعون وداع من عز فراقه علينا وغمنا وأوحشنا انصرافه عنا ولزمنا له الذمام المحفوظ والحرمة المرعية والحق المقضي فنحن قائلون السلام عليك يا شهر الله الأكبر ويا عيد أوليائه السلام عليك يا أكرم مصحب من الأوقات ويا خير شهر في الأيام والساعات السلام عليك من شهر قربات فيه الأمال ونشرات فيه الأعمال السلام عليك من قرين جل قدره موجودا وأفجع فقده مفقودا ومرجوا ألم فراقه السلام عليك من أليف آنس مقبلا فسر وأوحش منقضيا فما السلام عليك من مجاور رقت فيه القلوب وقلت فيه الذنوب السلام عليك من ناصر أعان على الشيطان وصاحب سهل سبل الإحسان السلام عليك ما أكثر عتقى الله فيك وما أسعد من رعى حرمتك بيك السلام عليك ما كان أمحاك للذنوب وأسترك للأنواع العيوب السلام عليك ما كان أطملك على المجرمين وأهيبك في صدور المؤمنين السلام عليك من شهر لا تنافس الأيام السلام عليك من شهر ومن كل أمن سلام
السلام عليك غير كريم المصاحبة ولا ذميم الملابسة، السلام عليك كما مفدت علينا بالبركات فغسلت عنا دنس الخطيات، السلام عليك غير مودع برما ولا متروك صيامه سأما، السلام عليك من مطلوب قبل وقتي ومحزون عليه قبل فوتي، السلام عليك كم من سوء صرف بك عنا وكم من خير أفيض بك علينا، السلام عليك وعلى ليلة القدر التي هي خير من ألف شاه، السلام عليك ما كان حرصنا بالأمس عليك وأشد شوقنا غدا إليك، السلام عليك وعلى فضلك الذي حرمنا وعلى ماض من بركاتك سلبنا، اللهم إنا أهل هذا الشهر الذي شرفتنا به ووفقتنا بمنك له الأشقياء وقته وحرموا لشقائهم فضلك، أنت ولي ما آثرتنا به من معرفتي وهديتنا من سنتي وقد تولينا بتوفيقك صيامه وقيامه على تقصير وأدينا فيه قليلا من كثير.